يعني خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ الضرورة ليها احكام، قصد الخيانة ليها احكام. يا ساتر يا رب، خيانة؟ خيانة مين لمين بالظبط؟ اسمع، ما تلوعش معايا، انا عرفت كل حاجة. وحش؟ وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله، الا اني لسه عند وعدي، لاني ما تعودتش اخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي. والدليل على كده ان سرك لسه في بير، والا كنت سلمتك للحكومه. وشغلك مع البير والبضاعه اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانه؟ بزنس بزنس يا دياب، بزنس از بزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخله لك وباخد نسبه، هو كمان بيقصدني فبدخله له وباخد نسبتي فيها. ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي طقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بجديه بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي الموردين علينا. والله كل شيخ ولي طريقه، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذه، طريقتك بقت قرد فاشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل، خلاص خسرت زباينك، نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك نصيحه لوجه الله، عايزني ادخل لك سلاح؟ ادخل لك سلاح طالما هاخد نسبتي تلت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مدت لك يدي وكبرت، بتعض اليد اللي اتمدت لك؟ واللي خلق الخلق، واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن يودي الهلالي. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتحرق شياطين الانس عالجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره، وانا صبري ابتدى ينفد. ابتدى ايه؟ ينفد، وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقنا بقى مختلف، ومن النهارده خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله، محدش ضامن عمره. الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني احرقك. حلو عجبتك؟ وديني وما اعبد احرقك يا دياب. يلا شباب، عليكم السلام ورحمة الله. خير يا دياب؟ فيه ايه حصل؟ ودي الهلالي طلع هو اللي محرك رجالته ومشغله من حسابه، وطلع متفق مع البير من ورانا وعاملين رباطية علينا ومنومنا على ودانا. قلت لك ودي الهلالي ده حية وسمها فاير، ومش هيهدى غير لما تتقطع راسه. واللي خلق الخلق لقطع راسه. وهدان قومر يا سيدي، اتصل بطاهر. طاهر كامل خوه قال لي انه مشغول وبيحضر لجوازه. جوازه يا ولاد الكلب. الو الو الو، تاخد عريان وتروح للمعلم بارود تسلمه البضاعه بتاعته وتاخد منه شيك بالمبلغ، تخليه يظهره العريان وبكره الصبح يروح يصرف المبلغ ويحطه في البنك. صح وفتح عينيك. ها يلا خد بالك من نفسك. سلام. ايمان
رجالة مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي، فاهمين ولا لا؟ ايوه سلام. ولدي منصور فين؟ منصور فين يا ديا؟ ايه دي يا حكمة؟ ولدي فين يا ديا؟ عايزة ولدي منصور! منصور! ربنا يعوض علينا من اللي في بطنك. لا لا منصور ما يتعوضش، انت اللي قتلته، انت السبب، انت السبب يا منصور! انت فين يا ولدي؟ يا منصور! دفنته يا حكمة، دفنته هنا في الجنينة عشان يكون قريب مني، ولما تتوحشي تطلع لي. كان القلب تدفنه لحاله يا دياب. خدني معاه، ادفني معاه يا دياب. عايزة أبلع عيني مني، عايزة أشم ريحته، عايزة ولدي يا دياب. يا منصور 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 يا ولدي.